that. اليوم سعيدين بأنه أخيون إسرائيل أطلقت سراح الترددات الفلسطينية وسمحت للشركات الفلسطينية أن تطلق خدمات الجيل الثالث. هذا إنجاز صحيح جاء متأخر، صحيح كان طموحنا أن نحصل على ترددات الجيل الرابع وليس الثالث، لكن احنا من نقبض على الجيل الثالث ونتمسك فيه وننطلق للمطالبه في الجيل الرابع. هدفنا توفير الخدمات للمشترك الفلسطيني، افضل الخدمات، لكن كمان ما هو متاح ضمن المحددات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على المواطن الفلسطيني في كل مظاهر معيشته. اسوء منا بكثير، ومع ذلك التقنيات متوفره فيها لانه بيعدوها هي بتنشر، وفعلا الاحصائيات بعد 6 أشهر من تاريخ اليوم سيستطيع مواطن فلسطيني أن يدخل كافة هذه التطبيقات أينما كان، وهذا حيعمل فرق نوعي في إمكانية استخدام الإنترنت والمعلوماتية لمواطن فلسطيني. هذا من جانب، لكن الجانب الأهم هو إتاحة مجال لشركات الكمبيوتر من أجل تطوير التطبيقات الخاصة في المواطن الفلسطيني، وبالتالي زيادة فرص العمل في مجال الآي تي أو في مجال تقنية المعلومات التي ستزداد مجالاتها في فلسطين ابتداء من يوم إطلاق خدمات الجيل الثالث. اليوم كله رجع نعمل صورة كبيرة ننشر فيها إنه شجاعية. هذا القرار سيفتح آفاق كبيرة أمام المواطن الفلسطيني وأمام شركات الاتصالات والتكنولوجيا وأمام وسائل الإعلام. نحن نعلم أن الإعلام، هناك الثورة الإعلامية والتكنولوجية التي حدثت في العالم في 10 سنوات الأخيرة. اليوم الفلسطينيون وسائل الإعلام نستخدم الجيل الثاني من الموبايل فون. اليوم بالعالم العربي والمحيط الإقليمي والعالمي نحن متخلفين بهذه التكنولوجيا أكثر من 5 سنوات. اليوم العالم يتحدث عن الجيل الرابع والخامس ربما. تفضل شباب، تفضل. اعطيني لزقة الجراند 91 حجم 3G الموجود عندنا في البلد، الشرائح الإسرائيلية كتير كبير مش بسيط، فإذا نزلت الشريحة من شركاتنا الفلسطينية كجوال وكالوطنية أو حتى ممكن شركات تانية ممكن أنه تستخدم هاي الشريحة، كتير منيح وكتير ممتاز، وإن شاء الله يا رب تكون بأسرع وقت ممكن يعني.